إشارة بدء الأعمال بحفر الجزء الأول للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، إشارة أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ليبدأ الحفار إم حطب في الانطلاق. فبتكلفة إنشاءات وتجهيزات تصل إلى 4 مليارات جنيه تسابق وزارة النقل الزمن لسرعة الانتهاء من المشروع. التكلفة الإجمالية حجم الاستثمارات ما يعود على المواطن المصري من هذا الخلال. شوف حضرتك النهاردة حجم الاستثمارات اللي موجود لتنفيذ المرحلة 4000، الأعمال المدنية بتتكلم في 4.3 مليار جنيه، يضاف إليها ما يخص توريد الرولينج ستوك أو ما يخص القطارات والسيجنالينج 4 مليار، تاني بنتكلم في 8 مليار. هي يتزامن معها المنطقة اللي هي 4B اللي هي هتبدأ من محطة نزهة 1 لغاية مدينة السلام، ودي برضو في حدود 4.3، يعني نتكلم في إجمالي استثمارات 16 مليار جنيه في هذه المرحلة. طبعا بيعود على المواطن المصري الخدمة المتميزة اللي هتتقدم، هنحل مشاكل كتيرة جدا في مناطق الزحام، هنربط شرق القاهرة بين المدن الجديدة. الخط الخامس والسادس حاليا متقدم لدراساته جهتين، روسيا وأسبانيا. الشركات يا فندم اللي مساهمة في هذا الخط، الشركات والتعاون المصري الأجنبي، طبعا الشركات المساهمة في تنفيذ هذا المشروع هي الائتلاف المصري الفرنسي اللي سبق له تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من الخط الثالث. المرحلة دي زي ما حضرتك شايفة أنها تمتد داخل مصر الجديدة، بتغطي المنطقة اللي هي من منطقة هارون لغاية نادي الشمس، وبتربط بعد كده مع المنطقة بمنطقة النزهة 1، بتربط بعد كده مع الجزء العلوي اللي هيبقى موجود ويربط لغاية مدينة السلام. زي ما انت عارفه المنطقه دي اصبحت النهارده فيها كثافه سكانيه عاليه، فيها شارع جسر السويس، فيها منطقه مصر الجديده بالكامل. فطبعا معموله الدراسات بتاعته على ان المرحله دي هتخدم في حدود 1 مليون مواطن لما تكتمل. وخلال مؤتمر صحفي استعرض وزير النقل ورئيس هيئه مترو الانفاق اليات العمل في المرحله الرابعه. فالخط الثالث لمترو الانفاق سيمتد بطول 6 كيلومترات من محطة النزهة 2 حتى المحطة التبادلية التي تحمل اسم الرئيس السابق عدلي منصور بواقع 5 محطات علوية. يسعدنا النهاردة تشريفكم لمراسم تدشين بداية العمل في المرحلة الأولى من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وهي المرحلة اللي احنا بتبتدي من عندنا من هنا من محطة هارون، إن شاء الله هتستمر تنتهي بالنزهة 1 ان شاء الله. يمكن بسرعه كده حوالي حضراتكم، احنا فين النهارده من النتورك بتاع مترو الانفاق؟ الخريطه اللي قدام حضراتكم دي هي فيها 6 خطوط المخطط تنفيذهم في القاهره الكبرى لمترو الانفاق. الخط الاحمر اللي قدام حضراتكم ده هو الخط الاول لمترو الانفاق، وده واخد من حلوان واصل من المرج الجديده واصل لحلوان، بطول 44 كيلو. الخط الثاني هو اللون الاخضر، وده خط شبرا الخيمه المنيب، وده بطول حوالي 22 كيلو. الخط الثالث اللي هو واخد اللون الازرق واللي احنا بصدده النهارده. ان شاء الله احنا الهيئه ابتدت في سنه 83، في خلال ال 32 سنه اللي فاتت تم تنفيذ 83 كيلو انفاق، منهم نفر الأزهر، وتحت الدراسة للتنفيذ حاليا، ويمكن هشرح لحضراتكم ان احنا مركبين الاعمال على التوازي فنم. ان شاء الله في خلال ال3 سنين الجايين ماكسيمم هننتهي من تنفيذ 55 كيلو متر انفاق لمترو الانفاق. الخط الثالث ده اللي احنا مهتمين بيه النهارده واللي بصدده، الخط ده فنم عبارة عن 4 مراحل، المرحلة الخضراء والمرحلة الحمراء، ودول المرحلة الأولى والثانية من الخط، ودول دخلوا الخدمة. المرحلة الأولى في الخدمة من فبراير 2012، المرحلة الثانية في الخدمة من مايو اللي فات. دي المرحلة الأولى فنم ببياناتها 4.3 كيلو، فيها 5 محطات نفقية، دي اللي فتحناها في فبراير 2012، وده نموذج لبعض محطاتها اللي شغالة في الخدمة حاليا. المرحلة الثانية اللي احنا شايفينها قدام حضراتكم اللي فتحناها في مايو اللي فات، مايو 2014، كانت 7.7 كيلو و5 محطات نفقية، انتهت بمحطة الأهرام اللي هي بكربة في مصر الجديدة.
امتداد لهذا العهد محطة هارون اللي احنا قاعدين فيها حاليا، زي ما حضراتكم شايفين هي المحطة منتهية بأعمال خرسانية اللي بقى فيها أعمال التشطيبات. مكنة الحفر موجودة تحت الأرض هنا في المحطة، هنشوفها بعد العرض إن شاء الله، ومجرد ما بنطلق البداية اعتبارا من النهاردة المكنة هتاخد وقتها إن شاء الله، هتتحرك وهتبدأ الأعمال من النهاردة. المحطات بالكامل ان شاء الله احنا بنسلم الموقع في محطتين النهارده، وفي خلال بكتير 15 يوم هيكون في محطتين تانيين جاهزين للتسليم ان شاء الله، عشان نشتغل بالتوازي في جميع الاعمال ان شاء الله. سعدت جدا مع سيد المهندس مجلس الوزراء والمهندس هاني ضحي ودير النقل في حضور حفل تدشين العمل في المرحله الرابعه الف من الخط الثالث. الخط الثالث لما انتم عارفين بيصل بين الزمالك ومبابة والعجوزة والجيزة الى مطار القاهرة، هو خط مهم جدا تكلفته، وطبعا المرحلة اللي احنا فيها دي فقط حوالي 5 مليار جنيه، فتكلفته يعني اسف جدا حوالي 10 مليار جنيه، فخط مهم جدا من ضمن شبكة المترو انفاق في القاهرة الكبرى اللي هي 6 خطوط، انتهى منها خطين ونص، والان احنا بنتكلم في الانتهاء من الخط الثالث بمراحله المختلفة، وانا اعتقد قريبا جدا ايضا حقيقة الانفاق هتبدأ في الخط الرابع اللي هو من مدينة الانتاج الاعلامي وصولا الى الهرم. حل مشاكل النقل العام في مشاكل المرور في القاهرة لن يكون إلا عن طريق النقل العام القوي المنظم زي مترو الأنفاق، وإن شاء الله أنا سمعت هنا إنه فيه نوع من التركيز الشديد جدا والضغط في برنامج العمل، بنتكلم على 34 شهر وده وقت قياسي لانتهاء من هذه الأعمال، وإن شاء الله بالتوفيق ونحضر جميعا مع بعض إن شاء الله حفل الافتتاح بإذن الله، ويبقى ضيافة في صالح أبناء محافظة القاهرة، لأن هذا الجزء من الخط بكامله يجري على أرض محافظة القاهرة، وإحنا بننسق مع وزارة النقل عشان موضوع المرافق والخدمات وغيرها من الترتيبات اللازمة لإنجاز هذا العمل المهم اللي أنا بحيي كل العاملين فيه. وليس هذا فحسب، بل يتم العمل بالتوازي لسرعة تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي سيربط مدينة 6 أكتوبر بالجيزة والقاهرة، بينما تم فعليا الانتهاء من الدراسات الخاصة بالقطار المكهرب الذي سيربط المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق مع مدن 10 من رمضان مرورا بالعبور والشروق. جهد مستمر وعمل ليل نهار لسرعة الانتهاء من المرحلة الرابعة لخط مترو الأنفاق، جهد يبذل لتخفيف الزحام بالقاهرة، ومنه تتدفق الاستثمارات ببنية تحتية قوية. حماد العربي، التلفزيون المصري.